بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم، معكم عزيزة شحاتة رسام. دي أول مرة أسجل شرح بالصوت، وبعتذر لو مقدرتش أوصل المعلومة صح. أول حاجة هنتكلم فيها هي طريقة الدمج من زمان. وده هيكون باستخدام الفرص الأساسية في البرنامج. انا بفضل تكون الفرصة حادة، ونقدر طبعا نتحكم في شكلها بحيث ان احنا نقدر نعمل بيها كل حاجة. ممكن نعمل بيها الشعر، نعمل بيها الرموش، نعمل بيها الجلد، ونعمل بيها اللبس. بنت براشر. هنعمل تدريج من اللون الأسود للأبيض. حجم الفرشة نقدر نتحكم فيه من الأقواس دي، القوسين دول، ده بيصغر وده بيكبر. دلوقتي هنصغر الفرشة، هناخد بالقطارة الدرجة بتاعت اللون. اللون الوسط بين اللون ده واللون ده هناخده تاني بالقطارة، وهكذا. طبعا الحساسية بتأثر على النتيجة، يعني انت لما تعمل بإيدك كده تضغط جامد، غير لما تبدأ كده وتخفف شوية لحد ما توصل لأي درجة. يعني لازم يكون في عندنا درجة من الحساسية واحنا شغالين. باستخدام الطريقة دي قدرنا ندرج لونين، نوصل من الأسود للأبيض بتدريج لطيف. Thank you.
Thank you.